مرحبا، احنا طلاب الصف العاشر الوطني، بدنا نعرفكم بمشروعنا التطوعي تحت عنوان نحو تعليم افضل لغد اجمل. من قد ما احنا واثقين باهميه التعليم للجميع ويحب ما ياه، قررنا نساعد زميلاتنا في مدرسه السويل الثانويه للبنات لحتى يصيروا يحبوا مدرستهم زي ما احنا بنحب مدرستنا. يلا خلينا نبلش. من ادم جئنا ومن حواء الرحمه كانت البداية مع مدية المدرسة الأستاذة ميرفت الختاتة. رحنا شفنا المدرسة عشان نحدد المواد اللازمة ونعرف شو المطلوب منا. بعد أسبوع وصلنا المواد. نميل بفطرتنا للقيم برانا بارينا كنا رجلا صرت. وبما أنه كان رمضان على الأبواب فإحنا بلشنا الشغل من المصلى. أبادينا بعدل الله نقيم حياة لحاضرنا وآتينا بنو حواء معا شركاء على قيم نبينا بعدل الله نقيم حياة لحاضرنا وآتينا بنو حواء معا شركاء على قيم كبرى لما نعليها تعلينا معلمينا ما تركونا لحالنا وكانوا دائما جاهزين للمساعدة. قيم واحدة تجمعنا رب الكون بها أوصانا نتعايش بالعدل سويا مهما نتباين ألوانا لا يعدم قوتا أفقرنا لا يقهر نفسا أقوانا فتعالوا نملأ عالمنا إخلاصا بذلا إتقانا بعدل الله نقيم حياة لحاضرنا وآتينا بنو حواء معا شركاء على قيم نبينا بعدل الله نقيم حياة لحاضرنا وآتينا بنو حواء معا شركاء على قيم نبينا كالشمس تعيش ضمائرنا ونحب الفرحة. وبعدها قمنا بإعادة إحياء الحدائق الداخلية لنزين المدرسة ونخليها أحلى. إنسان يبني الإنسان بعدل الله نقيم حياة لحاضرنا وآتينا بنو حواء معا شركاء على قيم نبينا بعدل الله نقيم حياة لحاضرنا وآتينا بنو حواء معا شركاء على قيم نبينا قيم كبرى لما نعليها تعلينا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليفعل. فليفعل. ولآخر الأحضار اصنع معروفا واغرس فكرا لا تيأس فالخير بنا فطرا الله استعمرنا والأرض غدا تشهد فحصاد اليوم غراس الأمس وغرس اليوم غدا يحصد لا لا لم نخلق عبدا حاشانا بل لنعمر
نبغاها دنيانا لنمهد دربا كي يأتي جيل يستكمل ما كان. لا لا لن تسكن همتنا ما دامت فينا غايتنا أن نحيا في الكون كراما. بلشنا بالشغل الجد، أعطينا لدروس شكل جديد باستخدام ورق الكونتاكت. وجنة المأوى ومنزل ثلة الإيمان والقرآن. فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان. فيها الذي والله لا عين رأت لا ولا سمعت به الأذنان. أنهارها تجري لهم من تحتهم محفوفة بالنخل والرمان. غرفاتها من لؤلؤ وزبرجد وقصورها من خالص العقيان. ودهنا كمان الدرج القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإيمان. باستخدام الجبس والاسمنت طممنا الحيطان الخربات. أكرم بجنات النعيم وأهلها إخوان صدق أيام إخواني. جيران رب العالمين وحزبه أكرم بهم في صفوة الجيران. وإذا بنور ساطع قد أشرقت منه الجنان قصيها والداني. وإذا بربهم تعالى فوقهم قد جاء للتسليم بالإحسان. قال السلام عليكم فيرونه جهرا تعالى الرب ذو السلطان. والله ما في هذه الدنيا لذ من اشتياق العبد للرحمن. هم يسمعون كلامه وسلامه والمقلتان إليه ناظرتان.
تهنى الحيطان الخارجي. وصلنا الليل بالنهار عشان نقدر ننجز. إن كنت مشتاقا لها كلفا بها شوق الغريب لرؤية الأوطان. إن كنت مشتاقا لها كلفا بها شوق الغريب لرؤية الأوطان. كن محسنا فيما بقى. وحتى الدرابزين الخارجي دهناه وغيرنا لونه. زعني الإحسان بالإحسان كن محسنا فيما بقى فلربما تجزى عن الإحسان بالإحسان كن محسنا فيما بقى تجزى عن الإحسان بالإحسان ما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليفعل. إذا قامت الساعة وفي يد أحد وبمساعدة الأستاذ مروان العموشي زينا جدران المدرسة الخارجية برسومات فنية تحمل معاني جميلة. ولآخر لحظة اصنع معروفا واغرس فكرة لا تيأس فالخير بنا فطرة الله استعمرنا والأرض غدا تشهد فحصاد اليوم غراس الأمس وغرس اليوم غدا يحصد. لا لا لم نخلق عبدا حاشانا بل لنعمرها دنيانا لنمهد دربا كي يأتي جيل يستكمل ما كان. لا لا لن تسكن همتنا ما دامت فينا غايتنا أن نحيا في الكون كراما إحسان يتلو الإحسان. لم نخلق عبدا حاشانا. أكيد ما نسينا صلاتنا بفضل الله. إن شاء الله تكون عجبتهم المدرسة، عملناها أسعدنا وأفرحنا أكثر مما أسعدهم إن شاء الله، ويكون عندنا مبادرات ثانية في المستقبل لخدمة وطننا. وبعد رمضان إن شاء الله رح نكمل الجزء الثاني من إدهان الصفوف من الداخل وإعادة تأهيل الحمامات وصيانتها بشكل كامل. آدم جئنا ومن حواء الرحمة أجمل ما فينا نعطف ونحب ونشتاق تتشابه جل أمانينا. للخير نميل بفطرتنا للقيم برانا بارينا كنا رجلا صرنا أمما نرقى برقى